السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، أخباركم كل شيء بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدرجة. أولا إخواني كنطلب منكم أنكم تدعموني بزر إعجاب باش الفيديو يطلع والقناة تحرك أوتاني. باش ما نطولش عليكم نبقاو الآن مع أهم عناوين حلقة اليوم. اليميقة أعاد للتنافسية بعد 3 أشهر من الغياب. الكاف يختار مدينة العيون لحسم مصير كان الكاميرون. هل ستعاقب الجامعة الملكية المغربية فريق الرجاء؟ حارس نادي ميتز الفرنسي يختار اللاعب للمغرب على حساب الجزائر. الكاف تحتفي بنجم الأسود السابق. مشجعو بنفيكا يقحمون تعرافش المشادة الكلامية بين ميسي وفيليكس. إعلامي سعودي يستنكر تدخل أمرابط العنيفة على لاعب الاتحاد. بعد تعيينه رسميا وفي أول مهمة لها الزكي يسحب البساط من تحت أقدامه مصطفى حجي. الأحمدي يوضح حقيقة خلافه مع أمرابط في الكلاسيكو. احتفلت الصفحة الرسمية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بذكرى ميلاد أحد نجوم المنتخب الوطني المغربي خلال العقدين الماضيين. ونشرت الصفحة الرسمية للكاف تغريدة تهنئ من خلالها هداف الأسود السابق مروان الشماغ بمناسبة عيد ميلادها 36، حيث قالت: عيد ميلاد سعيد الدولي المغربي السابق مروان الشماغ 36. وكان الشماغ قد بصم على مشوار كروي متميز رفقة أندية بوردو الفرنسية، أرسنال وكريستال بالاس الإنجليزيين، كما تألق بشكل لافت رفقة الأسود، حيث كان من ضمن الكتيبة التي شاركت في آخر نهائي للمنتخب في تونس سنة 2004. بعد الزهاء 3 أشهر لم يلعب فيها ولا دقيقة مع جنوة بسبب خيارات المدربين، عاد جواد اليميق إلى التباري والتنافسية من بوابة كأس إيطاليا التي غدر فريقه بضربات الترجيحية بميدانها بعد تعادلهم بهدف لهدف. المدرب الجديد للفريق دافيد نيكولا منح الفرصة للمدافع المغربي بإشراكه مطلع الشوط الثاني، حيث قدم مستوى لا بأس به، ورغم ذلك فاللاعب مرشح للمغادرة لصعوبة إيجاد مكان ثابت له في التشكيلة الأساسية. واتصل إمبولي رسميا بجنوى واللاعب لخطب وده وطلب استعارته حتى نهاية Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go.
تسوية بعض أوراق القانونية وضمنها جواز سفري وبعدها الحصول على الجنسية المغربية. وتبع والدي جزائري وأمي مغربية وسأستفيد من القانون المغربي الذي يمنح الجنسية المغربية لأي شخص والدته من أصول مغربية. أنا سعيد بالخطوة التي سأقدم عليها والتي فكرت فيها بشكل جيد. وعبر عن سعادته بهذا الاختيار وقال أحترم الجزائر لأن والدي جزائري لكنني قررت اللعب مع المغرب. أظن أن الأمر عادي فإسماعيل بن نصر والده مغربي وأمه جزائرية ولعب مع الأخيرة، يجب أن نحترم اختيارات اللاعبين. وزاد قائلا مسؤول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحدثوا معي في أمور اللعب للمنتخب الوطني المغربي منذ مدة ولم يسبق لي أن واجهت أي مسؤول من الاتحاد الجزائري. استغل مشجعو بنفيكا البرتغالية المشادة التي حصلت بين مواطنهم جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد والأرجنتيني ليولي ميندي التعارف ارتفعت بشكل كبير في صفوف بنفيكا البرتغالي بعد المستويات القوية التي قدمها في الموسم الحالي. استنكر الإعلامي الرياضي محمد العميري تدخل اللاعب المغربي نور الدين أمرابط مهاجم النصر السعودية على لاعب الاتحاد، كان عنيفا ومقصودا تجاه لاعب الاتحاد. خلصت المهام التي أسنت للطيار الوطني بدو الزكي من صلاحية الدولية المغربية السابق مصطفى حجي الذي يشغل منصب مدرب مساعد ضمن الطاقم التقني المشرف على المنتخب الأول الذي يقوده الفرنسي البوسني وحيد خليلوزيتش. وسيبعد تعيين الزكي في منصبه الجديد مصطفى حجي عن القيام بدور المتحدث باسم الطاقم التقني المشرف على المنتخب الأول مع الدوليين المغاربة المحترفين خارج أرض الوطن، وهي المهمة التي جلبت الكثير من المتاعب الدولية السابق مصطفى حجي، خصوصا فيما يتعلق الأمر بقضية عبد الرزاق حمد الله المحترف بنادي النصر السعودية أو بملف كيفن مالكويت لاعب فريق نابولي الإيطالي. وينتظر أن يشغل الإطار الوطني بدو الزكي منصب مدير المنتخبات الوطنية مكلفا بالتواصل مع اللاعبين خصوصا منهم المحترفين سواء بالدوريات القارة العجوزة أو دوريات دول الخليج العربية، غير أن مهام الناخب الوطني السابق لن تقتصر على المنتخب الوطني الأول بل ستتمثل كذلك في المنتخبات الوطنية السنية سواء تعلق الأمر بالأولمبيين أو الشباب أو الفتيان. كشف المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط اتحاد جدة حقيقة خلافه مع مواطنه نور الدين أمرابط لاعب النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على استاد الملك فهد الدولية ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة دوري كأس الأميرة محمد بن سلمان. وقال الأحمدي في تصريحات تلفزيونية لا يجد أي خلاف مع أمرابط لأن كل ما حدث بيننا هو مشادة ملعب عادية وتحدث في أي مباراة، وأضاف المباراة كانت قوية وحماسية بالنسبة لنا وللجماهير لذا فكانت العصبية تسيطر على اللاعبين لكننا تداركنا الأمور سريعا والأمور صارت بشكل طبيعي. وأتم تصريحه بالقول أمرابط يعد من أقرب الأصدقاء لدي ونحن عائلة خارج الملعب لكن في الملعب الوضع يختلف تماما. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غدا إن شاء الله.